كل يوم شخصية مصرية مثيرة، حاجة لفتت نظر المصريين سواء في المراحل اللي فاتت أو حاليا. النهاردة وقفتنا مع مين؟ وقفتنا مع واحدة من الشخصيات المصرية المؤثرة، وقفتنا النهاردة مع الشيخ إمام. خلينا نشوف الشيخ إمام، لأن الشيخ إمام النهاردة اخترنا له أنه عواد لن ينساه الفن. خليكم معنا. بعيدا عن أضواء الحفلات التي كانت تعج بأصحاب الملابس الأنيقة، وفي غرفة بسيطة بأحد الأحياء المصرية الشعبية كان يتجمع محبيه ويجلس وسطهم مرتديا نظارته السوداء، فيناوله أحدهم آلة العود التي أبدع في العزف عليها لتنطلق معها ألحانه وأغانيه منتزعة آهات الحاضرين. هو الشيخ إمام عيسى الذي أبت ألحانه أن تنسى من ذاكرة عشاقه، واستطاع أن يصنع حالة غنائية مميزة استعادها الآلاف من المتظاهرين في ميادين مصر خلال الأحداث المهمة. ولد الشيخ إمام عيسى في 2 يوليو عام 1918 في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة لأسرة فقيرة، وكان أول من يعيش لأسرته من الأبناء الذكور، حيث مات قبل ولادته 7 أبناء، وأصيب هو بالرمض الحبيبي حينما كان عمره عام، وبسبب الوصفات الخاطئة فقد بصره، واستطاع حفظ القرآن كاملا وهو في سن 11، ثم التحق بالجمعية الشرعية حيث كان يحلم والده بأن يصبح شيخا كبيرا. وأثناء تواجده في الجمعية كان يختلس الفرصة للاستماع للشيخ محمد رفعت في الإذاعة، وكان الاستماع للراديو ممنوعا في الجمعية مما أدى لفصله. وبعد فصله من الجمعية منعه والده من العودة إلى قرية أبو النمرس، وبعدها مباشرة توفيت أمه ليقطن بعدها في حي الغورية بمنطقة الحسين. وأمام حبه للموسيقى والغناء بدأ احتراف الموسيقى، حيث تتلمذ على يد الشيخ درويش شعراوي في أوائل الثلاثينيات، ولكن على المستوى النظري من خلال الموشحات الأندلسية، وبدأ تعلم العزف على العود على يد زميل له يدعى كامل أحمد الحمصاني، وكان كفيفا أيضا. في منتصف الثلاثينيات تعرف إمام على الشيخ زكريا أحمد، وبدأ يلازمه في حفلاته ويحفظ ألحانه ويحاول اكتشاف نقاط الضعف، فغضب منه الشيخ زكريا أحمد بسبب قيامه بتسريب ألحان أغاني أم كلثوم قبل غنائها، فكانت نهاية العلاقة بينهما، لتجمعه علاقة بعد ذلك وتحديدا في عام 1962 بالشاعر الراحل الكبير أحمد فؤاد نجم عن طريق سعد الموجي. اشترك الشيخ إمام ونجم في تقديم الأغاني، وكانت أول أغنية اشترك فيها الثنائي أنا أتوب عن حبك أنا، وبعدها بدأوا في إنشاد العشرات من الأغاني. وبعد نكسة يونيو 67 بدأت أغاني الشيخ إمام تأخذ اتجاها ساقطا على الهزيمة، ما أدى لاعتقالهم أكثر من مرة، فكان الشيخ إمام أول من اعتقل بسبب الغناء. ناح النواح والنواحة على بار إصحاح النصاحة، ناح النواح والنواحة على بار إصحاح النصاحة والبار حلوب. بعد ذلك قدم الثنائي عددا من الأغاني التي ظهر فيها حب الوطن وإعلاء روح الشعب والجنود، كان أشهرها مصر يما يا بهية. وفي عام 1968 قام الناقد الكبير رقاء النقاش بتسجيل برنامج رمضاني لإذاعة صوت العرب بعنوان ألحان الشيخ إمام، استضاف فيه النقاش أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام في 30 حلقة، حيث وصف الفاجوم هذه الفترة في مذكراته بأنها شهر عسل مع الحكومة، وحصل منهما على شيك ب50 جنيها، وبعدها تسببت أغنية الفول واللحمة التي كانت تسخر من تراجع الأحوال الاقتصادية في عهد السادات في الحكم. الشيخ إمام ونجم بالحبس لمدة عام. لحن الشيخ إمام لعدد من الشعراء الكبار أمثال نجيب سرور البحر بيضحك ليه، والشاعر زين العابدين فؤاد اتجمعوا العشاق وأغنية الفلاحين. البحر غضبان ما بيضحكش، أصل الحكاية ما تضحكش، البحر جرحه ما بيدبلش، وجرحنا ولا عمره دبل، البحر بيضحك ليه ليه ليه، وانا نزلت عمدا الأولى.
وبعد أن جاوز 70 من عمره فضل الشيخ إمام عيسى العزلة في غرفة بحي الغورية، وتوفى في 7 يونيو عام 1995. وقال عنه الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم: أنا من كفنه ومن دفنه، لأني ما أقدرش ما أحبش إمام، لأن شخصيته وتحديه لإعاقته وتحديه للفقر هو ما كان يجذبني دوما للتعرف على هذا الكائن العظيم. ومن قصة الشيخ إمام كده بقى إيه حكايتنا النهاردة وشخصياتنا وكل الحاجات اللي بتبقى معانا في الأول دي خلصت، نروح معاكم بقى لفقراتنا ونشوف